قالوا أن الشاعر حيدر الساعدي شارك في الإساءة للأغنية العراقية ولم يحترم منجزه الشعري. أجد نفسي لو مصورة كل أغاني قريب على شهرة كريم العراقي. ما عندي أغنية أساءت أو خدشت الحياة. حمودي مو ابن اليوم كل ما تطلع بلقاء تحكي على حسام الرسام وإلا بتشيها ومخليها نغمة الموبايل وهاي النغمة مالتك اللي بكل لقاء نسمعها. وحيدر الساعدي قادم لخوض الانتخابات لخدمة الشعر والشعراء ولخدمة الشباب. احنا لحد الآن مقر ما عدنا. أحمد الذهبي يتحسس من نجاح حيدر الساعدي وأمين سر الجمعية راح يصير لعشرين سنة، يعني هاي 4 دورات. سوى شكل لي فد ألم كبير في داخلي. ايه بالجو احنا؟ ايه بالجو نائب صباح التميمي على راسي. الله يسلم راسك هواي حكوا عليك. قائمة الوطنية كانت حلو يا صالح المطلق؟ لا الدكتور اياد علاوي. ها الدكتور اياد علاوي الوطنية. يعني انتخبت الوطنية انت؟ انتخبت رقم 8 اللي هي صباح التميمي. رقم 8 معناها خيال. رقم 8 يعشقون ناسه. رقم 8 بالطوبة معروف وتحمل امرأة تنقط فراسه.